رئيس الوزراء يستعرض تقريرا حول منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة عن شهر فبراير الماضي. الحكومة تنفي استيراد أي شحنات غذائية مصابة بفيروس كورونا. وزارة الداخلية تواصل تنفيذ مبادرة كلنا واحد وتوجه حماية وإنسانية وطبية للمواطنين بالجيزة. موجز الأخبار من تلفزيون النهار، أهلا بكم. استعرض الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء تقريرا حول منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة عن الشهر الماضي، وتضمن التقرير استقبال المنظومة وتعاملها مع 64 ألف شكوى وطلب واستغاثة، كما تعاملت المنظومة مع شكاوى المواطنين وتخوفاتهم حول فيروس كورونا بالتوجيه للجهات المختصة ومتابعتها حتى قيام الجهات المعنية باتخاذ الإجراءات المناسبة للرد عليها. ورصدت المنظومة شكاوى المواطنين من تداعيات وآثار الأمطار الغزيرة التي سقطت على بعض المناطق بعدد من المحافظات. قام المركز الإعلامي لمجلس الوزراء بالرد على الشائعات المنتشرة بصفحات التواصل الاجتماعي حول انتشار فيروس كورونا، وأوضح المركز أنه لا يوجد أي تكتم أو تعتيم إعلامي على أي حالات مصابة بفيروس كورونا بالمستشفيات الحكومية أو الخاصة، مشددا على الشفافية التامة في التعامل مع أي حالات مصابة بالفيروس وإعلانها فورا، وذلك بالتنسيق مع منظمة الصحة العالمية. كما أكد المركز أنه لا يوجد تعطيل الدراسة أو تقديم لمواعيد الامتحانات بالمدارس والجامعات كإجراء احترازي للتعامل مع الفيروس. وأضاف المركز أنه لا توجد أي حالات إصابة بالفيروس أو اشتباه في الإصابة بالفيروس بين تلاميذ المدارس وطلاب الجامعات. وأشار المركز إلى أنه لا تقليص لأي إجراءات وقائية أو احترازية في منافذ دخول الجمهورية، سواء الجوية أو البحرية أو الجوية، ولا يوجد أي نقص في الأجهزة الطبية اللازمة لفحص الوافدين. كما أكد المركز على أنه لم يتم رصد أي حالات مصابة أو مشتبه في إصابتها بفيروس كورونا بأي من السفن العابرة لقناة السويس. وأشار المركز أنه لم يتم إخلاء أي مدارس بسبب له علاقة بفيروس كورونا. وأوضح المركز الإعلامي أنه لم يتم استيراد أي شحنات غذائية مصابة بفيروس كورونا، وجميع الأغذية التي تدخل مصر سليمة تماما ومطابقة لجميع المواصفات والمعايير القياسية العالمية، وتخضع لكل عمليات الرقابة والفحص الدقيق. نفى المركز الإعلامي التابع لمجلس الوزراء ما انتشر من شائعات عن اعتزام الحكومة إجبار العاملين بالجهاز الإداري للدولة والذين تجاوزوا 50 عاما على الخروج للمعاش المبكر تمهيدا للانتقال إلى العاصمة الإدارية الجديدة. وتواصل المركز مع الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة والذي نفى تلك الأنباء تماما، موضحا أن المعاش المبكر هو حق اختياري لكل موظف بالدولة يكفله له القانون ولا يجوز إجباره عليه بأي حال من الأحوال، مشددا على أن الحكومة حريصة كل الحرص على حقوق كافة الموظفين وعدم المساس بها مطلقا. واصلت وزارة الداخلية تنفيذ مبادرة كلنا واحد وتوجيه قافلة خدمية وإنسانية وطبية لتقديم كافة أوجه الرعاية الإنسانية والاجتماعية للمواطنين بمنطقة الواحات بالجيزة. المزيد في سياق هذا التقرير. كل اللي يحب بلده بلده بتحبه كده. بكل ما تحمله من دعم ومساعدات وخدمات للمواطنين، ومستهدفة المناطق الأكثر احتياجا، تتواصل فعاليات مبادرة كلنا واحد برعاية رئيس الجمهورية. تحت مظلتها انطلقت القوافل الإنسانية والاجتماعية والخدمية متجهة إلى الواحات البحرية بالجيزة، وبرغم بعد المسافة فإن وزارة الداخلية حرصت على التوجه بهذه المساعدات إلى الأهالي هناك لدعمهم، وتم توزيعها عليهم، كما تم التوجه إلى أماكن إقامتهم وتسليمهم مساعدات عينية، وهو ما يأتي في إطار حرص وزارة الداخلية على تخفيف الأعباء عن كاهل المواطنين وتنمية المجتمع. طبعا دي حاجة كويسة، وحاجة طبعا الحيز منسية وبعيدة عن الواحات البحرية أساسا، وبعدين لما تيجي حاجة مبادرة من السيد رئيس الجمهورية
ويجي سيادة مدير الأمن ووزارة الداخلية كلها تتم الحديث، حاجة كويسة وشرف لينا طبعا، والناس سعيدة جدا وفي استقباله، والناس بترحب بحاجة زي كده. التحام الشعب مع الشرطة ده يفرحنا، يفرح كل الناس ان في التحام بين الشعب وبين الشرطة. متشكرين للرئيس ومتشكرين المجموعة اللي جت زارتنا في الواحات شرفتنا، ونقول تحيا مصر. ضمن القافلة خدمات قطاع الأحوال المدنية من خلال توفير خدمة استخراج بطاقات الرقم القومي مجانا لهم، ما يوفر لهم الوقت والجهد في التوجه إلى وحدات الأحوال المدنية، إضافة إلى خدمة الكشف الطبي المجاني على الأهالي هناك من خلال أطباء في مختلف التخصصات من قطاع الخدمات الطبية بالوزارة، مع صرف العلاج اللازم لهم دون مقابل، وهو ما أشاد به المواطنون. القوافل دي بصراحة حاجة حلوة وسط البلد هنا، وخدمات ملموسة الصراحة. وبالنسبة للاهتمام بينا، فبعد 400 كيلو من القاهرة و500 كيلو، وانهم جايين لغايه هنا متابعيننا بكل الوجود وكل الاحترام اللي احنا طالبين. احنا نشكر السيد رئيس الجمهوريه الفتاح السيسي على مبادرته معانا وحنيته لينا وعطفه علينا الواحات البحريه. انا احساسي ان مصر بخير الحمد لله، وفيه امن وامان عندنا في مصر والحمد لله، وربنا يديمها علينا نعمه. القرى والمناطق الأكثر احتياجاً والنائية هي هدف متواصل لمبادرة كلنا واحد لتوفير رعاية أفضل للمواطنين قاطني تلك المناطق ودعمهم، وهو ما تسعى إليه وزارة الداخلية وتحرص على استمراريته لضمان استفادة جميع المواطنين من هذه المبادرة. مشاهدينا، انتهى موجز الأخبار، شكراً لحسن المتابعة.